قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من لعنه الله، ومن اسم موصول يفيد العموم. لو قال قائل: أين الدليل على أنه يفيد العموم؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فالذي مفرد، ثم قال ذهب بنورهم على صورة الجمع، والدليل عندنا هنا. قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.